أنا صعيدي. صعيدي أنا زي أنا من أسيوط. تمنين. أهلا وسهلا. يا أهلين. أنا من أبو تيج. أبو تيج. نحن بلديات. أهلا. طب وأنت صغير ما كنتش بتسمع البياع اللي بيمشي في الشارع ينادي ندى غريب جدا غير البضاعة اللي معاه؟ كتير. ما تذكرش واحد كده كان بينادي على حاجة واكتشفت إنها حاجة تانية خالص؟ أنا قعدت راقبه في واحد معين. وكنت بحب ناس معينة أسمع صوتها. في ناس أصوات حلوة. أوي. واحد كان بيبيع بلح سيوي. كان بيقول كنت أحب أسمعه أوي. كان بيقول إيه؟ يعني رنة عارف اللحن. ماشي فاكر. ببيع السيوي يا وقت عدني السيوي. الله. تتروحوا انت ده بتحب صوته ده انا اروح له عشان اقول له الله وامشي. واحد بقى ده اللي قعدت لحد اما نزلت يومين ثلاثه كده مش عارف بيقول ايه. والله العظيم يا سمير اسمع ما فيش غير كده. بص اقول يا رب يا رب ده. طب انا عايز اقول حاجه. تعالى نقف. طلع ايه؟ نقف بدل القعده دي. تعالى تعالى لا انت هتقولها تاني. تعال بس. ده واحد بياع تاني هنشوفه دلوقتي. مش عارف المايك معاك وتقدر اهو. ده بياع برضو زي اللي عندك. طب نسيب ده دلوقتي نشوف اللي عندك كان بيبيع ايه. طلع بقى قعدت ثلاث ايام هو كان بيقول ايه الاول؟ بقول يا رب بيبيع ايه. نزلت له لقيته ايه بقى بيبيع ايه. جاز. لا تجيبه. طلع جاز. قلت لا حول ولا قوة الا بالله. وكان بيبيع. طب احنا نشوف البياع بتاعنا بيقول ايه. اسمعوا تاني بس. اسمعه تاني. ده جاز منقط. طب يتفضل يتفضل تفضل تعالى. ايوه ايوه تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جنب الاستاذ سيد كده. اهلا وسهلا. ايوه مفيش بيه. اتفضل نسمع اللي قلته بره بس خاني معلم. قول بقى بتقول ايه؟ بيع تاني كده. ماشي ماشي. ايه سيتني. هي ملامحها هتبان. لو فكناها. لو فكناها. الاولانيه ايه؟ الاولانيه ايه؟ الاول بتقول ايه؟ ايه بس ده التتر. ايوه ايوه ده التتر. فكناها قربنا. اللي بعدها ايه؟ ايوه الثانيه ايه؟ اللي بعدها ايه؟ ساكسونيا. ساكسونيا. يا ساكسونيا. قولها بقى. قولها كده مع بعض. ايه ساكسونيا. هي دي ساكسونيا. اتس بيوتيفول. بالطلياني. بالطلياني اهي ساكسونيا بس. وجت منين كلمة ساكسونيا دي؟ اساسها ايه يعني؟ اساس الحاجات دي وبناخد بدلها ملابس قديمة. يعني الحاجات دي بتاخد بدلها ملابس قديمة. يعني ده يجيب بدلة مثلا؟ لا يا الله. يجيب بنطلون. يجيب بنطلون؟ لا حقيقي يجيب بنطلون؟ ممكن. لا 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 حاجات ظريفة أوي. بس أنت إيه ما بعتش حاجة النهاردة؟ محدش قلع بنطلون وأنت بقالك كام سنة في الشغلة دي؟ بقالي 8 سنين. 8 سنين؟ أنت اسمك إيه؟ أحمد. أحمد؟ أحمد عم منطلب؟ متجوز يا أحمد؟ متجوز. عندك ولاد؟ عندي 3. صبيان ولا بنات؟ لا 2 بنات وصبي. صبي اسمه إيه؟ ياسر. ياسر. عنده كم سنة؟ عنده 7 سنين. ربنا يخليه. لا أنا عايز أسأله إيه اللي خلاه يطور كلمة ساكسونيا لسكفة سكسات اللي بقولها دي. أنت بتقولها إيه؟ بتقولها إيه بالظبط؟ بيع كده تاني من الأول. من أول التتر. إيه
سنين. سيك سنيف. سيك سنيف. انت رحت روسيا؟ سيك سنيف. سيك سنيف. خدتها من مين بقى؟ من نفسي. يعني انت اللي من حاجة. يعني انت اللي خليت الساكسونيا بقت سيك سنيف. طلعت معاك كده من غير مرض مثلا؟ لا من غير اي حاجة. افتكرت لسانه مثلا قفل في الاخر. سيكسونيف. لا لا جميله سيكسونيف. وما بتبيعش غير سيكسونيف يعني؟ ما بتتاجرش في حاجه تانية؟ لا اللي هي الملابس القديمه بتبيعها في سوق الكانتو. يعني تاخد الملابس القديمه بتبيعها في سوق الكانتو. طب لو اديتك دول تديني ايه؟ يعني القميص والبنطلون دول يجيبوا ايه من عندك دلوقتي؟ هو معاه لبس تاني. تمنها انت. تمنها اهو اهو. وده ايه دي؟ تمنها يعني اللي تهزوا سيادتك. لا 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 هنفاصل. ايه؟ لا اديني يعني ده وده بكام دول؟ مثلا حاجه زي كده واحده. في دي ودي. لا تاريسك مش ساكسوني. على العموم استنى الاستاذ سيد وهو ماشي بره دلوقتي. بس سيب له الجزمه عشان عنده تصوير هو. متشكرين قوي يا ابو حميد وربنا يوفقك في السيك سوسيب دي. شكرا. نحييه ونسقف له. حد يشيل معاه بقى السيك سونيت تقيل عليك. اوبا ماشي. افقع واحده وانت ماشي بقى. قول قول. اللغه العربيه باظت. بس سيد انا خايف نكون عطلناك.